السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ورد من خلاله راح أشارك معكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. أين الكوتش جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري يحضر إلى تشكيلة جهنمية لمنتخب الكاميرون في مباراة الإياب هنا في ملعب مصطفى تشاكر؟ وبالماضي عمل تغييرات وذلك بشكل رسمي في قائمته الرسمية والمعنية بمباراة العودة أمام منتخب الكاميرون، وأحضر لاعب جديد راح نكشف لكم الاسم بتاعه إن شاء الله في هذا الفيديو. ومن بعدها عدة تصريحات كثيرة وجميلة جدا صراحة من الفيفا عن المنتخب الوطني الجزائري وإشادة بالمنتخب الوطني الجزائري. كل هالتفاصيل بدون إطالة راح تعرفوا عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا أعزائي الكرام، كبداية دعوني أشارك معكم الخبر الأول والذي يتعلق باللاعب الجديد الذي سيكون في قائمة الكوتش جمال بالماضي. طبعا يقول لكم لاعب جديد، مش جديد ليلعب لأول مرة مع المنتخب الوطني الجزائري، بل بالعكس يعني قلنا لكم جديد لأنه نظرا للقائمة السابقة ما كانش فيها هذا اللاعب، يعني القائمة اللي استدعاها بالماضي للمباراة المزدوجة بين الجزائر والكاميرون يعني رسميا ما كانش فيها، فلهذا بالماضي استعاد خدماته من أجل هذه المباراة، مباراة العودة ضد منتخب الكاميرون. وطبعا اللاعب عزيزي الكرام ألا وهو يعني نجمنا الدولي الجزائري ولاعب نادي ويست هام يونايتد سعيد بن رحمة. هذا اللاعب رسميا بالماضي استدعاه حسب العديد من المصادر منذ 5 دقائق أكدتها لنا، وذلك بشكل رسمي مصادر رسمية أكدت لنا صحة هذا الخبر، لأنه بالماضي استدعى سعيد بن رحمة من أجل مباراة العودة، وحاليا بالماضي كما قلنا يخطط يعني من أجل عمل خطة جهنمية للمنتخب الكاميروني، يعني كما فاجأناه بتلك الخطة 5-4-1 في ملعب جابوما ستاديوم، راح بالماضي يفاجئهم اليوم أعزائي الكرام في ملعب مصطفى تشاكر بخطة يعني راح تكون غريبة بالنسبة للمنتخب الكاميروني. وممكن باللي أنه بالماضي لأول مرة سيستعمل سلاح جديد في هذه المباراة، العلم لله، ولكن به بالماضي استدعى لاعب يلعب في الخط الهجومي، يعني بالماضي راح حب يحسم المباراة في الشوط الأول، ويعني حسب توقعاتي في الشوط الثاني راح يغلق اللاعب من أجل تأمين نفسه وأيضا قطف التذكرة المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022، هذه حسب التوقعات. ولكن سعيد بن رحمة رسميا التحق بالمنتخب الوطني الجزائري. طبعا ممكن توقفوا عند النقطة وتقولوا لي يا وليد كيفاش هذا اللاعب استدعاه بالماضي واش يقدر يغير التشكيلة ولا القائمة تاعو؟ نعم زي الكلام تبين لنا بلي أنه رسميا بالماضي يقدر يستعيد لاعبين ويبعد لاعبين، لأنه هؤلاء اللاعبين يعني كانوا في القائمة الموسعة والإحتياطية للكوتش جمال بالماضي. ولا ننسى أنه بالماضي استدعى فقط 24 لاعب، بينما بعض المنتخبات استدعت ما يقارب 28 اسم في قائمتهم المعنية بالمباريات المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ممكن تطرحوا لي سؤال تقولوا لي هذا اللاعب ما كانش ما دارش معسكر مع المنتخب الوطني الجزائري هنالك في مالابو، يعني راه بعيد على المستوى البدني والفني نتاعو. أجيبكم عن هذا السؤال بنقطة واحدة، وأنه أكدت لنا تقارير فور صدور قائمة الكوتش جمال بالماضي، يعني كيعملوا لنا إعلان للقائمة تاع بالماضي، أكدت لنا تقارير بلي أنه بالماضي يعني تكلم مع بعض اللاعبين دون ذكر الهوية نتاعهم والأسماء نتاعهم، باه يعني يجهزوا أنفسهم لأي حالة ضرورة. وحاليا نزل الكلام بالماضي يعني استحق هذا اللاعب ألا وهو سعيد بن رحمة استدعاه، وطبعا اللاعب يعني اتوقع مش اتوقع يعني رسميا راه جاهز بدنيا لكي يلعب المباراة القادمة امام منتخب يعني الكاميرون ايابا. وطبعا هذه ستكون صدمة لمنتخب الكاميروني، يعني ما كانوش متوقعين لانه راح نستدعيه لاعبين اخرين ونستعيد لاعبين يعني في القائمة المعنية بمباراة الجزائر والكاميرون. طبعا وصلنا لكم هذا الخبر، ننتقل الان الى الخبر الموالي. كنا متوقعين وكشفت لنا تقارير باللي انه حسب التوقعات هنالك لاعب راح يلتحق مجددا بقائمه الكوتش جمال الماضي الا وهو الياس شتي، لكي يخلف مكانه يعني نجمنا الدولي الجزائري الا وهو رامي بالسبعيني الذي عنده تراكم البطاقات، وطبعا سلطت عليه يعني عقوبه من الكاف ما يقدرش يلعب مباراه العوده وذلك بشكل رسمي، وشاركناها معكم منذ حوالي 3 اسابيع باللي انه هذا اللاعب مهدد ولا يجب عليه الانفعال في وجه الحكام. حدث ما حدث، تحصل على بطاقة صفراء ثانية زي الكرام ورسميا لن يلعب أمام منتخب الكاميرون، وأكدت لنا تقريبا لأنه بالماضي لن يستدعي كذلك إلياس شتي. وطبعا هذا يبين لنا بأنه بالماضي وجد حل داخل القائمة التي استدعاها يعني لهذه المباراة، ممكن يوسف عطال، ممكن يعني بدران، ممكن حتى أحمد طوبة يقدروا يلعبوا في ذلك المنصب.
وممكن ايضا زي الكرم انه بالماضي راح يدخل بثلاثه في الدفاع ويغلق خط الوسط، يعني من اجل تامين نفسه بطبيعه الحال من ناحيه الاهداف، يسجل اهداف من بعد ممكن انه سيغلق اللاعب بعدلان قديورة او شيء من هذا القبيل. كل شيء وارد، بالماضي فاجانا بتلك التشكيله، ممكن انه سيفاجئنا للمره الثانيه على التوالي. طبعا هذه الاخبار التي تتعلق بقائمه الكوتش جمال ماضي والمنتخب الوطني الجزائري، استدعى كما قلنا سعيد بن رحمه مكان يعني رامي بن سبعيني الذي تحصل على الكروت، وطبعا إلياس شتي لن يكون في قائمه الكوتش جمال بالماضي. هذه هي اخر التقارير واخر الاخبار عن قائمه والمنتخب الوطني الجزائري المتعلقه بمباراه العوده امام منتخب الكاميرون. بدون اطاله ننتقل الان الى تصريح الفيفا، يعني وعلى لسان أرسن فينجر. أرسن فينجر حاليا يعني حاليا عنده عمل ويعني خدام في الفيفا كما نقول أعزائي الكرام، وعنده منصب مطور كرة القدم في الفيفا، فلهذا نقدر نقول باللي انه تصريح من الفيفا صادر من أرسن فينجر تجاه المنتخب الوطني الجزائري، واللي كانت عنده تصريحات كثيره مؤخرا عن المنتخب الجزائري قائلا اعزائي الكرام عن الخضر انه منتخب يعني من بين الفرق الوطنيه التي شملتها دراستي لمصلحه الفيفا، يعني كان يدرس المنتخب الجزائري من اجل مصلحه الفيفا، وقائلا لاحظته منذ البدايه انه اشبه بكتله متراصه وموحده وهو قليل الثغرات والعيوب. يمتاز المنتخب الجزائري بالإبداع الفني والرشاقة في مداعبة الكرة وتمريرها، يحوز محارب الصحراء على قدرة الاحتفاظ على الكرة بشكل كبير جدا، وهي خاصية لا يتوفر عليها عدد كبير من منتخبات العالم. أدعو لاعبي المنتخب الجزائري إلى التركيز على فلسفة الكرة الجماعية وتجنب الاعتماد على الفرديات، علما أن التقني فينجر اشتهر زي كرام بنظريته السلبية نحو الجوائز يعني الفردية مثل الكرة الذهبية وأيضا جوائز ذا بيست. وصرح قائلا مواصلة التقيد بالصرامة والانضباط أمر جيد وضروري بشكل كبير جدا، فنحن في مجال رياضي يدفع فيه المنتخب الثمن غاليا وبسرعة بعد كل تهاون. يمكنني القول أن المنتخب الجزائري يمر بمرحلة جد استثنائية جعلته لأول مرة في تاريخه الكروي يرفع سقف الأهداف عاليا ويقارع العمالقة في الاستحقاقات الكبرى، 35 مباراة دولية بدون هزيمة، رقم ثاني رقم عالمي رفقة البرازيل وإسبانيا بعد إيطاليا ب 37 مباراة بدون هزيمة. وأدعو المنتخب الجزائري أيضا في الوقت ذاته إلى حسن تسيير الضغط، لأن الطموحات الكبيرة تشكل عبئا يستوجب إجادة التعامل مع سلبياته، وأنا متشوق لرؤية المنتخب الجزائري في المونديال قطر، بل أكاد أجزم أن جل النقاد كرة القدم يرغبون في حضور محاربي الصحراء في بطولة كأس العالم قطر سنة 2022، ويمكن أن يكون مونديال قطر نسخة إيجابية للجزائر لأن اللاعبين يعرفون البيئة جيدا وكأنهم يتنافسون في فناء البيت الخاص بهم في تلميح أعزائي الكرام يعني في تدهورة كأس العرب التي يعني احتضنتها يعني قطر، ويعني المنتخب الوطني الجزائري وأيضا تلاميذ مجيد بوقرة استطاعوا أن يظفروا بذلك اللقب. فأرسن فينجر الذي حاليا يعمل لدى الفيفا أكدها بصريح العبارة أن جميع النقاد في العالم يريدون ويتمنون ويحلموا بأن يكون المنتخب الجزائري هنالك في مونديال قطر سنة 2022. نجح المنتخب الوطني الجزائري أعزائي الكرام في المهمة الأولى بوضع قدمه الأولى في المونديال في انتظار القدم الثانية. بالماضي حاليا كما قلنا يخطط ويحضر لتشكيلة جهنمية ضد المنتخب الكاميروني، إن شاء الله اللاعبين يطبقوا كل تعليمات الكوتش جمال بن ماضي بحذافيرها. أما بالنسبة للمنتخب الكاميروني يعني يعاني من صدمة كبيرة بعد خسارته لسلسلة اللاهزائم يعني في ميدانه من ناحية وتحت شعار التصفيات المؤهلة للمونديال، يعني لأنهم خسروا في كأس أمم أفريقيا أمام منتخب مصر، هذه النقطة ما ننساوهاش، ولكن تلك السلسلة اللاهزائم تتعلق بالمباريات المؤهلة للمونديال. طبعا بين عشية وضحاها من المستحيل أنه المدرب الكاميروني راح يغير تشكيل ولا يدخل بتشكيل جديد، يعني راح نشوفه نسخة طبق الأصل لمباراة يعني الكاميرون هنالك في جابوما نفس التشكيلة. أعتقد ممكن أنه يغير بعض اللاعبين المهمين، ولكن أعتقد نفس الوجوه ونفس يعني الرسم التكتيكي راح يدخل به روجبرت سونغ الذي لا يفقه في التدريب أكثر من الكوتش جمال بالماضي. كان هذا فيديو اليوم، وأتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.